تنسوني من دعاكم. تنسوني من دعاكم. إلى الشعب أجمع إخواني، يقال أنه ملك القلوب أو ملك الإنسانية، أرجوكم أن هاللقب هذا تشيلون عني. ملك الملك هو الله، والله هو الله، ونحن عبيد الله عز وجل. أما هذه أرجوكم تعفوني عنها، وشكرا لكم يا خان. رحم الله الملك عبد الله بن عبد العزيز، ونحن متابعين بلقائنا المباشر من برنامجنا ببيروت. وبينضم لنا الاستاذ إلي رزق، رئيس هيئه تنميه العلاقات الاقتصاديه اللبنانيه السعوديه. اهلا وسهلا فيك استاذ إلي. اهلا وسهلا فيك. شكرا. كلمه استاذ إلي بدايه من حضرتك هيك تعازي. يعني رحم الله الملك عبد الله، كان فعلا يعني ملك الإنسانية، ورغم انه هو بتواضعه كان يرفض الألقاب، وهو اول من اتخذ قرار انه تطبيق خادم الحرمين الشريفين محل صاحب الجلالة. هذا يدل عن دمات خلقه وتواضعه وحبه وقربه للناس، وهذا سبب نجاحه بالحكم وبقيادة الشعب السعودي الى المزيد من التطور والاستمرار والازدهار. والمملكة فعلا على ايامه شهدت كانت مملكة الخير، وكان هو ملك الخير الله يرحمه. بس كلنا امل نحن انه بالملك سلمان كمان ان يتابع المسيرة. نعم. نتقدم بحالة التعازي من الشعب السعودي ومن الشعب اللبناني، لأنه خسارة للبنان وللمملكة العربية. وما أنه ذكرنا عن لبنان تحديدا، كيف ممكن نختصر دور المملكة بتنمية المجتمع اللبناني وفئاته؟ سؤال جدا هام. شوفي، أهم ما تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اللبناني ولمجتمع كافة فئات الشعب اللبناني عم تقدم له فرص عمل. ماذا يريد اليوم كافة فئات المجتمع اللبناني؟ من حوالي 30 ألف شاب لبناني يتخرج سنويا من الجامعات، ونحن بهذا الركود والجمود الاقتصادي اللي عم نتعرض له بأواخر 4-5 سنوات نتيجة عدة أسباب، منها عدم توافق سياسي، عدم استقرار أمني، أنت بحاجة لتوظفي 30 ألف فرصة عمل. ما عم تقدري بجمود صفر تراجع، اوقات نمو 1% باقصى حالاته، ما بتقدر تامني اكثر من 6-7 آلاف فرصه عمل. فدور المملكه من هذه الناحيه بتامين فرص عمل الى كافه فئات الشباب اللبناني والخريجين عم يساهم باعاده تنميه وتطوير الاقتصاد اللبناني. انت اليوم اكثر من 6 مليارات دولار عم يتحولوا من هؤلاء الموظفين الموجودين في دول الخليج، وحوالي 60-70% في المملكة العربية السعودية عم يتبوأوا وظائف بحد الأدنى هي وظائف متوسطة وعليا، إدارات عليا. نحن ما منصدر عمالة ست ساشا، ما منصدر نحن يد عاملة مثل الفلبين والأسيوي، نحن منصدر كفاءات، منصدر أدمغة، منصدر خبرات، منصدر طاقات. هلا أهمية تصديرهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية، إنه ما عم نخسر تحويلاتهم، ما عم يروحوا على أمريكا ويتجنسوا ويصيروا أمريكان ويبطلوا يتفاعلوا مع مجتمعهم اللبناني، بالعكس عم بيروحوا على المملكة العربية السعودية عم بيتجوزوا، عم بيرجعوا يفتحوا بيوت، عم يبعثوا فلوس لأهلهم. إذا كان هناك من عجوبة أو عجيبة في الاقتصاد اللبناني بهذه الأيام، اسمها الانتشار اللبناني المتواجد في دول مجلس التعاون الخليج عامة والمملكة العربية السعودية خاصة. طيب أستاذ إلي، إذا بدنا نحكي شو الحافز الأساسي يلي جعل العلاقات بين المملكة ولبنان أكثر من مميزة، وأنتم كهيئة كيف تشتغلوا؟ شوفي، سؤال جدا مميز وهام، لأنه هذه العلاقة تعود علاقة طبيعية بين شعبين. اليوم اجمل العلاقات بالدول لما بتكون علاقه بين شعوب مش بين قيادات سياسيه، وراينا امثله كثيره لما يكون في علاقه انظمه بالقوه تفرض على الشعوب، على الشعب عم يجي ينتفض عليها في وقت من الاوقات. اهميه العلاقه السعوديه اللبنانيه ان علاقه بدات بين شعبين منذ عهد الملك الله يرحمه عبد العزيز، اللي هو ارسى اسس تلك العلاقه. كانت علاقه عائليه، كان اغلبيه السعوديين يجوا يقضوا معظم اوقاتهم في لبنان لسياحه استشفائيه، لسياحه تعليميه. أنا أعرف كبار قيادات المملكة العربية السعودية اليوم هن بيفتخروا قبل ما نحن نفتخر كلبنانيين أنه خريجين جامعتنا اللبنانية،
شيء، ووالداتهم او امهاتهم او قرايبينهم عندهم صله قربه، بقى نحن عندنا علاقات اجتماعيه، القرب الجغرافي، اذا بدك التقارب بالعادات والتقاليد والاسس الاجتماعيه، لانه نحن كمان لبنان شعب محافظ ويؤمن بالعلاقه بالتقاليد العائليه وبالضوابط العائليه وبالاسس العائليه، وشعب يؤمن ويعشق الاعتدال، وشعب المملكة العربية السعودية يعشق الاعتدال والأواصر والروابط العائلية، وشعب محافظ. بقى من هون هذه كانت استمرارية العلاقات الطبيعية. أوكي. وحضرتكم كهيئة كيف عم تشتغلوا على هالشيء؟ نحن اليوم عم نركز على الشق الاقتصادي، لأنه بظل هذه الأزمات السياسية اللي مرقت فيها لبنان، ومرق أوقات ما كان هناك أمن إذا بدك للسواح الأجانب أو للقادمين من خارج لبنان، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، اللي الحمد لله اليوم عم نقدر تتعالج بسياسة الحكيم اللي عم بيقوم فيها الرئيس تمام سلام وحكومته. بقى في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة الأستاذ محمد شقيق، ترأس العديد من الوفود الاقتصادية لزيارة المملكة العربية السعودية لعقد اتفاقات تعاون ما بين غرف التجارة والصناعة والزراعة في المملكة العربية السعودية وغرفة بيروت. هذه العلاقات وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال تؤسس إلى تأمين نوع من الشراكات الاقتصادية في قطاع الصناعة، في قطاع المقاولات، خاصة أنه السعودي أكثر مستثمر كان في قطاع العقارات، ويؤمن في لبنان وبيشتروا عقارات وبيشتروا أراضي، مع أنه اليوم في تراجع. كنا عم نحكي طبعا للأسباب مع السياسية. أستاذ باسل، صحيح هالانتقال السار أستاذ باسل كنا عم نحكي عنه، نحكي بركة تأثيره اقتصاديا. يعني أنا بعتبر هالانتقال الثالث اللي صار بعد وفاة الملك عبد الله ومن ثم للملك سلمان، أكيد هالشي مستمر بالبناء، مستمر بالعطاء، مستمر، وحسب ما بنعرف أنه الملك سلمان مستمر يعني بالنهج ونفس السياسة اللي اتبعها الملك عبد الله بالسنوات العشر الماضية، وخصوصا برأس المال البشري، باستثمار الموارد الطبيعية، بالسوق النفطية، بالقطاع التربوي. خصوصا يعني خصوصا عم تحكي، لما تحكي عم تحكي شو بدك تحكي بالسعودية، شو بدك تقولي؟ عندك أكبر اقتصاد بالمنطقة، في عندك فوائد نفطية، في عندك وفرات، في عندك احتياطيات تكونت، بيقدروا وقادرين هن يعملوا مثل ما بلشوا بهالمسيرة، مثل ما عملوا هالمشاريع الضخمة اللي شفناها. وقلت لك من شوي انه ما كنا نسمع بهيك مشاريع، يعني سياسة المملكة النمو اللي حققته بفترة من الفترات ما كان يمكن حدا من الدول، لما كان صندوق النقد متوقع نمو 3% للاقتصادات العالمية ومرقت السعودية ب 7%، ما حدا حقق للصين. هذه شغلة خلتهم يقدروا يعملوا كل هالمشاريع ويقدروا اليوم يستمروا فيها، لأنه كونوا وفرات مالية منها الاحتياطيات تبع النفط والموارد الطبيعية. بعدين ما تنسي أنه المملكة أول ما صارت الأزمة المالية سنة 2008 وصار في لقاء بواشنطن، المملكة قدمت 400 مليار بتصور لمواجهة الأزمة. هيدي منا هينة، يعني عم تعمل دور عالمي مش دور إقليمي. فاقتصاد كتير قوي. نحن إذا بدنا نطلع بهالاقتصاد كتير شكل دعم للبنان، للسوق اللبنانية، لسوق الاستثمارات، للوظائف، مثل ما عم يحكي كمان أستاذ إيلي إنه في عندك كتير طلاب أول ما عم يتخرجوا من الجامعات عم بيروحوا بيرجعوا على السعودية. وبعدين أنت مش عم تروحي على كندا أو أمريكا أو أستراليا مثل بعض الناس، قريب. اللي عم بيروح على بلد قريب، يعني مثل ما كنت عم تحكي إنه عم بيرجع بيتجوز وبيعمل بيت هون وبيرجع، عم نلاقيه كل جمعتين عم يجي. صح. اليوم لما كل جمعتين عم يجي اللبناني المغترب عم بيرجع بيحرك الدورة الاقتصادية بلبنان. صحيح. قطاع السياحة، قطاع السياحة. أنت اليوم نزلي على كل المؤسسات الخدمية والسياحية، مين مشيها غير اللبناني المغترب أو اللبناني المقيم يلي عم يجي تحويلات مالية من الخليج من اللبناني المغترب. يعني اللبناني المغترب وعم بيحول للمقيم هون لذوي، وبيرجعوا بيجوا بيحركوا هالدورة الاقتصادية من تأجير سيارات، من تاكسيات، من محلات تجارية، من مطاعم، من فنادق. في منهم ما بيجوا بيقعدوا ببيوتهم، خصوصا إذا كانوا بيوتهم بالجبل وبعاد عن بيروت، بيرجعوا بيشغلوا الفنادق. فنادق. وعم نلاحظ نحن نخبك شريحة كتير كبيرة من اللبنانيين يلي عم يقعدوا بالفنادق وبيحركوا هالدورة الاقتصادية.
استاذ إلي، خلينا نحكي شوي عن الهيئه. بتعتقدوا يمكن هلا مع رحيل الملك عبد الله ممكن تتاثروا، وشو بتشوفوا بالمرحله الجايه؟ لا ابدا، الحكم في المملكه العربيه السعوديه استمرار منذ الله يرحمه المغفور له الملك عبد العزيز مؤسس المملكه الحديثه وبانيها، لقينا في استمرار في العلاقات. واليوم الملك سلمان مشهود له كمان بعشقه للانماء والتطوير، لانه هو جعل من مدينه الرياض اللي كانت في وسط صحراء، وسط ظروف يعني طبيعيه مناخيه صعبه جدا، تحولت الى اهم واكثر مدن تطورا في العالم، لانه في وعي، في رؤية، في خارطة الطريق واضحة، وفي تصميم لدى العائلة الحاكمة الكريمة في المملكة العربية السعودية على تأمين أفضل سبل العيش لشعب المملكة وللمقيمين في أرض المملكة، من وسائل تكنولوجيا، من وسائل اتصال، من وسائل ترفيه، من بنى تحتية، من يعني تطور. المرحلة القادمة بتشوفها رح تكون مرحلة واعدة بالمزيد من التقدم، مزيد من التطور، لأنه علاقة مبنية على أسس سليمة جدا وعلى تقارب بالرؤية ووجهات النظر. يعني اليوم لما بنروح نحن كوفد رجال أعمال لبنانيين بالهيئة لنحكي مع وفد رجال أعمال السعوديين، بنلاقي بنفهم مع بعض نفس اللغة، مش نفس اللغة بس بالمفهوم الأدب العربي، ذات العقلية، ذات التفكير. أنت اليوم مش ضروري أنك أو ما بيكفي بس تحكي لغة إنجليزي أو فرنسي أو صيني، مفروض تحكي لغته وتفهمي عليه. فنحن ذات النظرة يمكن صرت ذات الرؤية طبعًا. ذات الرؤية نفس طبعًا. الرؤية طبعًا. أستاذ إلي، حضرتك شخص مستثمر يعني بالسعودية، بنحكي عن تجربتك الخاصة كمان هون، مستفيد وجودك معنا لليوم. أي ما في شك تجربة رائدة، أنا بقول بكل دول العالم، وهذه التجربة سبقت باقي دول مجلس التعاون الخليجي، رغم أن هناك يمكن بعض العواصم في دول مجلس التعاون الخليجي التي أنه بتفتخر أنه هي الرائدة، أو إذا بنحكي بعض العواصم مثل دبي، بنلاقي أنه لا، المملكة العربية السعودية بتجربتها بفتح المجال ضمن الاستثمار، هيئة العامة للاستثمار الأجنبي. الهيئة العامة للاستثمار تتيح لأي مستثمر أجنبي عنده شركات برا ويتمتع بكفاءات وقدرة مالية أن يقوم بأعماله بالمملكة دون الحاجة إلى كفيل أو شريك. ونحن أحد الأشخاص رجال أعمال المستفيدين من هذه الهيئة، وعم نمارس عملنا بكل حرية وبكل كرامة وبكل بمساواة بالحقوق والموجبات بيننا وبين أي شركة سعودية، رغم أنه أنا يعني معلي بدي أقولها، أنا اسمي إلي رزق، اليوم أنا ماروني، أنا اليوم مسيحي، وعندي سجل تجاري في غرفة جدة ضمن الهيئة العامة للاستثمار، ومارس عملي مثل أي شركة سعودية، وعندي حقوق ومحمية حقوقي، وبصوت وعندي حق الاقتراع بالغرفة. تجربة جدا رائعة، وما عندنا شريك سعودي، منا بحاجة، وعندنا نحن عندنا نكفل للموظفين، والاستثمار مجالاته مفتوحة، وبيقدر أي لبناني راغب أن يقوم بهيك عملية. نحن كهيئة تنمية علاقات اقتصادية بغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنأمن له مساحات مكتبية مجانا في مكاتبنا بجدة، بنأمن له مجانا استشارات قانونية لحتى نساعده، تأشيرات بنأمن له كل اللي هو يحتاجه، ولقاءات بين رجال أعمال لنساعده يروح إذا بده يوسع حجم الاستثمار، لأنه المرحلة القادمة على لبنان ما نهيني، كلنا بنعرف أنه مرئين بنفق مظلم، ما في يعني اي تبشير، ما في بصيص امل، لاي بصيص امل. بهذه الحاله شو بيعمل اللبناني؟ ما عندنا مجال الا الهجرة، ان نلجا الى المملكه العربيه السعوديه اللي هي بتفتح ابوابها لكل اللبنانيين، ونحن من هون بنضل نزيد ونكرر تمنياتنا على كل المكونات السياسيه وكيوانا السياسيه ان تكون مواقفهم بخدمه اقتصاد لبنان، وخدمة للبنانيين المنتشرين بدول مجلس التعاون الخليجي اللي بينتموا لتلك القوى. نحن ما منوظف ابدا ابدا على اي انتماءات سياسيه، انا اللي عندي بيشتغلوا بمجموعه شركاتي ينتمون الى كل التيارات، نختارهم على الكفاءات بقى. والمملكه ترحب بكل اللبناني وبكل الفئات المجتمع، حتى عندما تعرض لبنان الى العدوان الاسرائيلي بال 2006 قامت المملكه العربيه السعوديه مشكوره بتوزيع المساعدات الماليه والعينيه على كافه القرى والمدن، من شيعيه لمسيحيه لسنيه، لم تميز بين لبنان واخر. وهذه وقائع وفاكس وفيجرز، نحن ما عم نقول اشعار وتمنيات ووجدانيات. وعندما قام الله يرحمه الملك عبد الله بدعم لبنان بهبه 3 مليار دولار قدمها الى مؤسسه الجيش اللبناني، وهذا تاكيد على دعم المملكه العربيه السعوديه للبنان حكومه ومؤسسات وجيش. صح، بكل فئته. الله يرحم الملك عبد الله بن عبد العزيز. بهذا التقرير ابرز ما علق
قادة ورؤساء دول العالم برحيله. عقب وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود توافدت برقيات ورسائل التعزية إلى المملكة الحزينة، بحيث وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الملك بالصديق الأمين والقائد الصادق متخذ القرارات الشجاعة وعلى درجة كبيرة من الإنسانية، مضيفا أن الولايات المتحدة فقدت برحيل الملك رجلا صاحب حكمة وروية. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن حزنه، مؤكدا أن إرث خادم الحرمين الشريفين يمهد الطريق نحو السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بدور الملك في دفع الحوار بين الأديان. من جانبه عبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون معزيا ومعبرا عن حزنه العميق لوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقدم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولون تعازيه معربا عن تمسكه بالصداقة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية التي عمل الملك على تطويرها. كذلك عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن بالغ الحزن بإعلان الحداد في الأراضي الفلسطينية لمدة 3 أيام، مثمنا المواقف المبدئية والدعم اللامحدود الذي قدمه الفقيد لفلسطين وشعبها. وقال ملك المغرب محمد السادس في برقية تعزية: فقدت أخا عزيزا نصوحا، في حين قطع العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المشاركة في مؤتمر دافوس للتوجه إلى السعودية والمشاركة في تشييع جثمان الملك عبد الله بن عبد العزيز. ولوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز أعلنت مصر الحداد 7 أيام، في حين أعلنت كل من الأردن والبحرين الحداد مدة 40 يوما. وقطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته الأفريقية للتوجه إلى الرياض والمشاركة في مراسم تشييع الملك السعودي. ونعى رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري عبد الله قائلا: الأمة العربية والإسلامية تخسر قائدا فذا وشخصية استثنائية. وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح أنه فقد أخا عزيزا ورفيق درب، كما أعرب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات عن بالغ حزنه لوفاة خادم الحرمين قائلا: أعطى الكثير لشعبه وأمته ودافع عن قضايا العروبة والإسلام بصدق وإخلاص. كما أعلنت الإمارات الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام. هذا وأشاد رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر بالعاهل السعودي معتبرا أنه كان مدافعا شرسا عن السلام في الشرق الأوسط. وقال بيان الرئاسة المصرية: لن ينسى الشعب المصري المواقف التاريخية للملك تجاه مصر وشعبها. بينما أعلن الديوان الملكي الأردني الحداد لمدة 40 يوما. شفنا طبعا أبرز المواقف والإيجابية بالتعاطي، شفنا نقول عنها أستاذ إلي؟ يعني الإيجابية نابعة من عاطفة صادقة ونابعة من قناعات موجودة بين المملكة العربية السعودية وبين لبنان. مثل ما بنرجع بنقول دايما دايما المملكة العربية تتعاطى مع لبنان كدولة، تتعاطى معه كمؤسسات، تتعاطى معه كجيش كشعب، لأنه في هيدي بعدين هن المملكة العربية السعودية والعائلة الحاكمة بالذات هن بيحبوا ينشروا السلام، بيحبوا ينشروا العلاقات الجيدة مع كل دول الجوار، مع كل دول العالم. هني عم بيعملوا اليوم حوارات الأديان، هني عم بيعملوا، هني بيحبوا الاعتدال بمواقفهم. عم نشوفهم بهذا، مش مثل ما بعض الأشخاص بياخذ عنهم فكرة يمكن لأنه ما بيحبوا إذا بدك التظاهرات الإعلامية قد ما بيتكلوا على الأفعال أكثر ما بيتكلوا على الأقوال وعلى الشعارات في المملكة العربية السعودية. منلاقي إيجابيات دائما في التعاطي بشتى المجالات التي تعنى بالاهتمام بالإنسان. يوم المملكة العربية السعودية لا تألو جهدا أو ما بتتأخر عن دعم أي إنسان في على بقاع الأرض بحاجة لدعم صحي أو عنده مشكلة أو قصد المملكة العربية السعودية وردته رجع خائف أبدا يعني. أبدا، لأنه هن يؤمنون إيمانا ساطعا يعني وقاطعا بالعلاقات الإنسانية وبدور الاهتمام الإنسان بالآخر، و
سياساته تجاه المنطقة هي دائما إذا بدك لإرساء السلام والحوار والتعاون الإيجابي، مش بس كان أوقات تفرض عليها حروب، كانت أوقات تفرض عليها مواجهات، وهي كانت تحاول دائما تستوعبها وتاخدها بالحوار وبالتعاطي الإيجابي، لأنه تؤمن بالبناء والتقدم والتطور، وهذه دائما نلمسها بكل زائر للمملكة العربية السعودية، أنه اليوم كل هالثروة اللي عم تطلع في المملكة العربية السعودية عم تعود وتنصرف بقلب المملكة العربية السعودية، وعم يستفيد فيها كل فئات المجتمع السعودي وكل مكوناته، لأنه اليوم المملكة العربية السعودية حتى قيادة وحكومة بتدعم الفئات المجتمع السعودي بتأمين وظائف عمل، عم تدعمه كمان بتأمين المصاريف المالية اللي هو بحاجة لها للتعليم، عندهم هن ابتعاث بتعليم عالي يناهز 90,000 طالب سنويا يبتعثون على حساب المملكة العربية السعودية للقيام بدراسات عليا بأفخم الجامعات وأشهر الجامعات العالمية، وهناك دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة، كلنا كشركات نستفيد فيه منه عندما نوظف سعوديين، انه هن بيقوموا بتأمين نصف الراتب اللي بينعطى للموظف السعودي، معناتها في نوع ما تويكول بالاقتصاد شير، إعادة توزيع الثروة، إعادة مشاركة الشعب السعودي بهذه الثروة اللي من الله عليهم بها اللي هي النفط. ما بتحسي انه هالثروة بالمملكة العربية السعودية عم بتروح لاستثمارات خارجية بمشاريع مثل باقي الدول، بالعكس عم بتضل ضمن نطاق المملكة، عم يستفيد منها مش بس الشعب السعودي، عم يستفيد منها كمان المستثمر اللبناني. بركي باسل، هيك كمان بتعطينا وجهة نظرك على الشيء اللي قاله استاذ إلي؟ اكيد انا بوافق الرأي بكل اللي قاله، وبعدين هون بدي اشير انه البنك الدولي صنف المملكة العربية السعودية كافضل بيئة استثمارية بالعالم العربي والشرق الاوسط، وهو وطلع رقمها بالقائمة 23 من اصل 178 دولة. فلما عم تحكي عن السعودية أفضل بيئة استثمارية بالعالم العربي والشرق الأوسط، يعني هون طبعا هيدا كله بني على إنجازات، بني على الأرضية اللي انوجدت بالسعودية، على هالمساحة الشاسعة اللي تحولت من اللي تحولت لمراكز اقتصادية، لمشاريع، لأبراج. يعني اليوم مثل ما قلت لك من شوي، الأبراج اللي صرنا نشوفها ما كنا عم نشوفها قبل، هيدي قديش بتعمل تنمية، قديش بتخلق وظائف، قديش بتشد كمان، بتجذب استثمارات أجنبية. اليوم عم نسمع صرنا بالسياحة بالسعودية، ما كنا نسمع قبل بالسياحة، كنا ما كنت تلاقي السعودية كتير مهتمة، اليوم صارت مهتمة بهالشي، وطبعا هيدا ضمن السياسة والخطط يلي وضعها الملك عبد الله. عم نسمع كمان بالفيز السياحية انه كمان قريبا رح تبلش تمنحها السعودية للي بحب يزور. يعني عندك مركز مالي مهم، عندك قوة اقتصادية عظمى، عندك ايرادات نفطية، عندك خطط من قبل السياسيين ومن قبل الوزراء ومن قبل الحكومة، من قبل الملك عبد الله طبعا بالدرجة الاولى، محبته للناس، طريقة لمسه لحاجات المواطنين، هيدي ما بتلاقيها اليوم عند كل الزعماء. يعني ما فينا ما نحكي، ما فينا نخبي، بدك تحكي الحقيقة، بدك تقولي انه اليوم درس احوال الناس عن كثب، يعني عملوا سياسات يفوتوا بكل العالم، هالسياسات الاسكانية اللي حكينا عنها، هالزيادات على الرواتب، هالمشاريع يلي هالدعم للناس، اعفاء من القروض، كلياتها هيدي بتدخل ضمن السياسه يلي تبعها الملك عبد الله، واكيد بنعرف انه مستمره على عهد الملك سلمان. عم نحكي كنا عن العلاقه بين المستثمر السعودي والمستثمر اللبناني، بركي نذكر شوي بالنسبه للقطاعات اللي برع فيها اللبناني واثبت نفسه فيها استثمار. هي اهم اليوم ما في شك المقاولات، لانه اليوم اغلبيه المشاريع الكبرى التي تقام في المملكه العربيه السعوديه من بنى تحتيه، مباني حكوميه ورسميه ومنشات وطرقات، عم بيقوم فيها عم بيقدر يفوز منها شركات لبنانيه رائده في هذا القطاع، وهودي كمان عم يقدروا يوصفوا الالاف من المهندسين اللبنانيين اللي عم يتخرجوا من مقاعد الدراسه
منهم. من بعد المقاولات هناك قطاع الخدمات، عندك قطاع الدعاية والإعلان بيستقطب الكثير من الشباب اللي دارس تسويق وعنده خبرات بالتسويق والدعاية والإعلان، وعندك الصناعات، صناعات المواد الغذائية، عندك صناعات مواد البناء، كمان هناك الكثير من اللبنانيين المستثمرين في هذا المجال وبيستفيدوا من الخدمات اللي بتقدمها الهيئة العامة للاستثمار. أما من ناحية الوظيفة بتلاقي كبريات الشركات في المملكة العربية السعودية إداراتها عم بتكون من قبل لبنانيين، نحن بنفتخر فيهم، يعني هودي بنعتبرهم سفراءنا وبنعتبرهم هودي اللي عم يرفع، يعني لبنان شو عنده سفراء؟ للأسف أوقات الطبقات السياسية ما كتير بتخليك أنه تفتخري أو تشوفي حالك أو تقدري تطلع إلى برا وتقولي أنا لبناني، قد لما بتشوفي منتج لبناني تنبسطي فيه بتعتبريه سفير المنتج، إن كان مواد غذائية ولا كان مواد بناء ولا، أو بتلاقي إدارة لبنانية. واليوم كم من اللبنانيين الذين يتبوؤون أعلى المناصب في العالم، نذكر منهم أستاذ كارلوس غصن صديقنا، نذكر منهم أسماء لامعة في مجالات الإدارة، تفتخري انك تكوني لبناني لانه بتشوفيها على رأس تلك الشركات. بقى المملكة العربية السعودية هي عم تقدر تستقطب الاف العائلات، الاف الادارات اللبنانية وتشغلهم بمختلف الشركة، وعم تحتضنهم كأنه يعني فرد من افراد هالمملكة. طبعا طبعا، لانه اليوم نحن دايما بنقول يعني الكرامة بالغربة وطن والذل بالوطن غربة، يعني لما واحد بيبقى عايش بكرامته صح. ببلد مثل المملكة العربية السعودية ونشعر كأنه بين أهلنا وبين محبينا، ونحن دائما نتمنى على أي لبناني أن لا يقوم بأي عمل يخالف القوانين مرايات الإجراء، لأنه في المملكة العربية السعودية هناك قوانين، وياريت نحن عندنا بلبنان بيصير عندنا قوانين ومنطبقها دون انتقائية واستنسابية ودون صيف وشتي على سقف واحد مثل بالمملكة. بقى نحن دائما نتمنى على كل وافد للمملكة حديث انه يحترم القوانين مرايات الاجراء، ونحن وحده كجالية لبنانية كرجال اعمال، هناك الكثير من رجال اعمال اللي بيفتحوا باب واسع فتحوا لنا نحن كمان الباب المجالات، يعني انتوا اكبر قدوة ومثال كمان على العلاقة بين انا اعتبر من الهجرة الحديثة، لانه انا رحت من بعد ما استشهد رئيس الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه، مش من زمان يعني، في ناس صار لهم 30 40 50 سنة في المملكة العربية السعودية. انا اول ما رحت عم دق باب الاستثمار ونكتشف، وجدنا انه هناك الكثير من الاخوة السعوديين واللبنانيين فتحوا لنا المجال وساعدونا واخذوا بايدنا، ولولاهم يمكن ما كنا نتمكن، لانه الحمد لله الشعب السعودي شعب مرتاح، الشعب السعودي شعب معطاء، شعب كريم، شعب مضياف، شعب بحب يساعد ومتصالح كمان وعنده النخوة مع نفسه. نعم. صحيح. نعم ما في هال، وبعدين السوق الحمد لله في حصص للكل، يعني ما عم تشتغلي انت مثل سوق ضيق مثل السوق اللبناني اليوم، يعني لم يمر لبنان حتى بخلال الحرب الاهليه والحروب كلها اللي مرقت عليه مثل هالازمه والجمود والركود اللي صاير، اللي هي ناتجه عن وضع ترقب بدون اي رؤيه. وهي اوقات العامل النفسي، واكيد بوافقني راي الاستاذ باسل، العامل النفسي بياثر على الاقتصاد اكثر سلبيه من اذا نزلت ازيفه وخلصنا عرفنا انه هي صار انفجار، بس تنطري الانفجار بيتذبذب السوق اكثر من لما يحصل وما في تحلحل الانفجار. يعني ما في بويد، هيك في جماد، هيك ركود، يعني لانه هناك بعض المكونات السياسيه اللي هي مصره انه تخلي لبنان من ضمن دائره ما يحدث بالمنطقه. نحن ما في شك ما فينا نكون عميان او نخبي عيوننا عما يحدث بالمنطقه وبدول الجوار، يعني لعنه الجغرافيا تبع لبنان. للاسف لبنان انعم الله عليه بمناخ حلو بشعب لبناني بياخذ العقل، بس بالجغرافيا عندنا لعنه انه البحر امامكم والعدو جنوبكم وشمالكم وشرقكم وغرب، يعني ما بده يروح الواحد. بس شو بنعمل؟ بدنا نتغلب على اليوم. انت لما تكون سوريا عم تمرق بهالحرب الطاحنه اللي عم تمرق، بس الملفت عندما كان لبنان يمر بحرب أهلية، سوريا تم عمرانها وبنائها وبالعكس شهدت أكبر طفرة اقتصادية بتاريخها. اليوم الملفت إذا سوريا مرقت هيك، خيي نحن أقلهم ما بدنا نستفيد على مصيبة غيرنا، بس ليش عم ناخد حالنا ونزش حالنا بمصايب غيرنا؟ نحن بنقدر ننقي عن نفسنا فيه، نأمن هذا الاستقرار السياسي والتوافق والاستقرار الأمني، ونحصن حدودنا وننصرف إلى إدارة شؤوننا الاجتماعية. لأنه اليوم يا ست ساشا، أي انفجار اجتماعي سوف يتعرض له لبنان سوف تكون انعكاساته أشد ضررا وخطورة من داعش وغير داعش. نعم. وما حدا عم يحكيك اليوم بالمشاكل الاجتماعية. صحيح. رح نتابع أكيد بلقائنا معك أستاذ إلي وأستاذ باسل، لكن مرة جديدة بهالتقرير أبرز الإنجازات للراحل الله يرحمه الملك عبد الله بن عبد العزيز، من تبع صلاة.
الملك عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود هو الابن الثاني عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وفي عام 1995 استلم إدارة شؤون الدولة ليتولى الحكم في الأول من أغسطس العام 2005. وبالإضافة لكونه ملكا للدولة فإنه يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء تبعا لأحكام نظام الحكم في المملكة القاضية بأن يكون الملك رئيسا للوزراء. قام الملك المرحوم بالعديد من الزيارات لكثير من الدول في العالم بالإضافة للدول العربية، وذلك لتوطيد ودعم علاقة المملكة العربية السعودية مع جميع الدول الصديقة، كما قام بزيارة تاريخية لحاضرة الفاتيكان في روما حيث التقى خلالها مع البابا بنديكت السادس عشر، وذلك لدعم الحوار الإسلامي المسيحي، كما رأس وفد المملكة في العديد من المؤتمرات الخليجية والعربية وفي العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية، ومنها مؤتمر حوار الأديان في إسبانيا الذي ترأسه. وأبرز ما قام به خلال السنوات الأخيرة من ولايته للعهد هو إطلاق مبادرته للسلام في الشرق الأوسط. للملك في عهده عدة إنجازات تعود لجهوده الحثيثة ولحبه لوطنه، منها الموافقة على انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية العام 2005، الإعلان عن مشروعات اقتصادية ضخمة منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد ومدينة المعرفة ومدينة جازان الاقتصادية ومركز الملك عبدالله المالي، التوسع في برامج الابتعاث التعليمي للخارج وزيادة رواتب الطلبة المبتعثين إلى الخارج بنسبة 50%، تأسيس جامعات جديدة في المدينة المنورة وتبوك وحائل وجيزان والطائف وسواها، توقيع اتفاقية للمصالحة بين الفصائل الصومالية المتحاربة برعايته، إنشاء الهيئة العامة للإسكان وهيئة الخطوط الحديدية وجمعية حماية المستهلك وشركة المياه الوطنية، الأمر ببدء التوسعة الكبيرة للمسجد الحرام في مكة في المنطقة الشمالية للحرم والتوسعة في المسجد النبوي من الجهة الشرقية، وضع حجر الأساس لمشروعات عملاقة في جدة ومكة المكرمة تفوق كلفتها 600 مليار ريال تحت مسمى نحو العالم الأول، إنشاء مستشفى الملك عبدالله للأطفال ليكون مركزا عالميا لأمراض الأطفال، إصدار الأوامر لوزارة المالية كي تتعاقد مع شركة عالمية متخصصة في بناء السفن، وذلك لبناء سفينتين سريعتين لنقل الركاب والمركبات بين ميناء جازان وجزيرة فرسان، إعلانه في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية المنعقدة في الكويت بتاريخ 19 يناير 2009 عن نهاية الخلافات العربية العربية، وأنه سيتم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدول العربية المتخاصمة فيما بينها، إنشاء مشاريع لتسهيل الحج مثل جسر الجمرات الجديد وقطار الحرمين السريع للربط بين المدينة المنورة ومكة وقطار المشاعر المقدسة للربط بين مكة ومنى وجبل عرفة ومزدلفة، إصدار مرسوم لإنشاء مدينة للطاقة الذرية والمتجددة وذلك لتوفير مصادر بديلة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة، وكان مرسوم تأسيسها قد أسماها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، قرار دخول المرأة كعضو في مجلس الشورى والترشح والترشيح للمجالس البلدية، إنشاء 5 مدن طبية في جميع قطاعات الدولة، كما وأمر بإنشاء 11 استادا رياضيا بمختلف مناطق المملكة، ووجه وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تتحمل جميع تكاليف ذوي الاحتياجات الخاصة عند مراجعتهم مراكز التأهيل الأهلية. هذه فقط عينة بسيطة من إنجازات الملك، الملك الإنسان، هكذا عرف السعوديون ملكهم، أحبوه عادلا حكيما ملما بهمومهم وتفاصيل حياتهم اليومية، لذا يبكون اليوم غيابه ويدركون حتما بأنه وضع أرضهم الغالية على السكة الصحيحة لتبقى الأقوى والأكثر حداثة. نتابع لقائنا وبرنامجنا ببيروت، وأكيد نتابع مع ضيوفنا أستاذ إلي وأستاذ باسل، ولكن اسمحوا لنا ننتقل لفاصل إعلاني ونعود. إلى الشعب أجمع، إخواني، يقال أنه ملك القلوب أو ملك الإنسانية،
أرجوكم أن هاللقب هذا شلون عني. ملك الملك هو الله، والله هو الله، ونحن عبيد الله عز وجل. أما هذه أرجوكم تعفوني عنها، وشكرا لكم يا خان. ولا تنسوني من دعاكم. قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على رسوله محمدا وآله وصحبه. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره مليئة بالحزن والأسوى، أتوجه إلى الشعب السعودي الوفي والأمة العربية الإسلامية بالعزاء في فقيد الأمة الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الرحمن بن عبد رحمه الله، والذي شاء الله عز وجل أن يختاره إلى جواره بعد أن أمضى حياته مبتغيا طاعة ربه وإعلاء دينه ثم خدمة وطنه وشعبه والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية. وإننا نسأل الله تعالى يتغمده برحمته وليجزيه خير الجزاء عما قدمه من أعمال جليلة في خدمة دينه ثم وطنه أمته. كما نسأل سبحانه أن يرزقنا الصبر والأجر، وأن نقول إذا هذا المصاب جرى إلا ما أمر الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأخوة الأبناء المواطنين والمواطنات، إنني قد شاء الله أن نحمي الأمان العظمى، أتوجه إليه سبحانه مبتهلا يمدني بعونه وتوفيقه، واسألوا أن يرينا الحق حقا وأن يلزم اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويلزم اجتنابه. وسنظل بحول الله وقوته مستمسكين بالنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله وعلى يد أبنائه من بعده رحمه الله. ولن نحيد أبدا بدستونه وكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، إن أمة العربية الإسلامية يحوج ما تكون اليوم إلى وحدتها وتضامنها، وسنواصل في هذه البلاد إن شرفنا الله من اختارها منطقة لرسالته وكبت للمسلمين ما
مسيرتنا في الأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا متديم بتعاليم دين الإسلام الحنيف هي ارتضاه المولانا ولي السلام والرحمة والوسطية والاعتدال. والله عسى أن يوفقني لخدمة شعبنا العزيز وتحقيق أعماله وأن يحفظ بلادنا وأمتنا الأمن والاستقرار وأن يحميها من كل مكروه. إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوني من دعاكم. الشعب أجمع أخواني، يقال أنه ملك القلوب أو ملك الإنسانية. أرجوكم أن هاللقب هذا شيلون عني. ملك الملك هو الله، والله هو الله، ونحن عبيد الله عز وجل. أما هذه أرجوكم تعفوني عنها، وشكرا لكم يا خان. متابعين بلقائنا لليوم مع الأستاذ إلي رزق وكمان الأستاذ باسل الخطيب، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. أستاذ إلي، الاستثمارات السعودية بلبنان شو فيك تخبرنا عنها؟ لا، صار في تراجع تام لتلك الاستثمارات نتيجة المسؤولية تقع على العاتق اللبناني وعلى المسؤولين اللبنانيين والسياسيين اللبنانيين. لأنه اليوم نحن بدنا نعرف شغلة، لما نكون بسدة المسؤولية أو الحكم علينا مسؤولية أن نعي مصالح لبنان الاقتصادية وين. وإذا نحن عندنا مصالح مع دول شقيقة ومجاورة لازم نبني مع أفضل علاقات، بينما عندما تسمح لنفسها بعض القوى السياسية وبعض المكونات أن تطلع وتهاجم أو تتدخل بشؤون سياسية لا تعنيها بدول أخرى، هذه بدأت تعمل انعكاسات وارتدادات. أقلها أي أنه يصير في قرارات بمنع إعطاء تأشيرات ولا منع زيارات ولا توقيف الإقامات أو ترحيل. ونحن الحمد لله تخطينا هذه المرحلة، وحكومة رئيس تمام سلام عم بتعالجه بشكل جدي وبزيارات دؤوبة. ولكن الذي يمنع السعودي خصوصا والخليجي عامة من المجيء إلى لبنان هو يعود أولا وثانيا وثالثا إلى عدم انتخاب رئيس جمهورية. يجب أن نذهب فورا إلى انتخاب رئيس جمهورية وتأمين نوع من التوافق السياسي والاستقرار الأمني لنعطي الطمأنينة لهالرعاية لدول مجلس التعاون الخليجي لما يجوا على لبنان، أنه هناك أمن، هناك دولة، هناك سير، هناك رأس دولي. اليوم أنت عندك هيبة المملكة العربية السعودية للجيش اللبناني 3 مليار. صار في توقيع وقادة جيش، بس ما بدها رئيس جمهورية، بدك الرئيس الأعلى لمجلس الدفاع اللي هو يشرف على تنفيذها وتسليمها للجيش اللبناني ليتمكن الجيش اللبناني من القيام بأعماله بحماية الحدود اللبنانية. مظبوط. نقطة تانية شو غير قلت اولا بالنسبه للرئيس الجمهوريه، في شيء ثاني؟ الجمود الاقتصادي، عدم وجود اذا بدك لهلا اطمئنان للمستثمر، لانه راس المال جبان. نحن الاقتصاديين رجال الاعمال بياخذوا عنا انه دائما راس المال جبان. راس المال بده استقرار وعامل نفسي، واليوم اغلبيه البورصات العالميه وبوافقنا الراي الاستاذ باسل تهبط وبتشهد تدهور من وراء اشاعه. صح. فما بالك لما يكون عندك انت هذا النوع من الجمود والركود في البلد، في حياتنا السياسية وفي حياتنا الاقتصادية. هذه تمنع على اي استثمار ان يكون، ان كان بمجال المصارف، ان كان بمجال الصناعة ولا بالزراعة ولا السياحة ولا الخدمات، مع انه كل تلك المجالات واعدة. واليوم لبنان امامه دور جدا واعد ليلعبه بالمنطقة في عملية اعادة بناء سوريا. واليوم ليس هناك سر عندما نقوم بزيارات برئاسة الرئيس محمد شقير على أوروبا، على المداف، على برشلون، على روسيا، على الخليج، عم نسمع من دول الاتحاد الأوروبي، من دول العالم عم ينشئوا صناديق لإعادة إعمار سوريا اللي بدها تكلف مليارات الدولارات بده يتخصص لها. وهناك قطاعات خاصة وقطاع رجال أعمال خليجي سعودي
يرغب كمان بإنشاء صندوق خاص قطاع خاص بمشاركة اللبنانيين، لأنه اللبناني أكثر واحد هو حيقدر يستفيد من لعبة عملية إعادة أعمار سوريا من كونه واقعه الجغرافي نظرا لموقعه والخبرات اللي عندهم إياها اللبنانيين في إعادة في البناء والأعمار وتأمين البنى التحتية. نعم أستاذ باسل، بركي بنرجع نحكي، ذكرنا يمكن الإنجازات الاقتصادية، بنحكي شوي عن أبرزها وأضخمها. يعني حكينا عن الإنجازات صحيح، ولكن أبرز هالإنجازات بعتبر أنا وضع المملكة على الخريطة، خريطة الدول الاقتصادية، انضماما لمنظمة التجارة العالمية بال2005. عندك إنجازات مهمة تمثلت بالمشاريع العمرانية، وعندك ايضا الشيء اللي كنا عم نشوفه، المشاريع اللي صرنا نشوفها، التعليم، النقل النوعيه يلي صارت بالجامعات وبعدد الجامعات، البعثات يلي صارت بالنسبه لتعليم الطلاب، هيدي كلها مشاريع مهمه. واولا يلي بدا يمكن ابرزها يلي بدا سنه 2005 بانضمام المملكه لمنظمه التجاره العالميه. يعني أكيد فينا نقول المرحلة اللي جاية رح تكون واعدة مع الملك سلمان، خلونا نتعرف عليه سوا بهالريبورتاج. الملك سلمان بن عبد العزيز الابن 25 لمؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة عبد العزيز آل سعود، ولد في الرياض عام 1935، وهو شقيق كل من العاهل الراحل فهد والأمير سلطان والأمير نايف والأمير أحمد. تلقى تعليمه في الرياض قبل أن يلتحق بالعمل العام، حيث تولى العديد من المناصب. بدأ حياته السياسية عام 1954 أميرا لمنطقة الرياض بالنيابة عن أخيه الأمير نايف، وأصبح أميرا للرياض بشكل رسمي في الفترة بين عامي 63 و 2011. في يونيو 2012 وبعد وفاة الأمير نايف ولي العهد الأسبق، صدر أمر ملكي باختياره وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى كونه وزيرا للدفاع. يوصف الأمير سلمان بأنه أمين سر العائلة والمستشار الشخصي للملوك السعوديين، وهذا ما أحاله ليلعب دورا محوريا في هيئة البيعة التي أسسها الملك عبد الله لاختيار الملك وولي العهد من أبناء عبد العزيز. اشتهر خلال توليه إمارة الرياض بالتواصل مع مختلف فئات المجتمع، ونسج شبكة من العلاقات، وتولى رئاسة العديد من الهيئات والمنظمات الاجتماعية والخيرية المعروفة بنشاطاتها داخل وخارج المملكة. على صعيد العلاقات الخارجية، أظهر الملك سلمان قدرا من الانفتاح في الكثير من القضايا والملفات دون أن يتخلى عما يراه خصوصية تميز السعودية دولة ومجتمع. دوره السياسي لم يقتصر يوما على إمارة الرياض، حيث كان وجوده في العاصمة وقربه من الديوان الملكي ممزوجا بمعرفته السياسية سببا ليكون مكتبه وقفة رئيسية في جدول الزعماء زوار السعودية. كان وجوده رئيسا في المفاوضات مع قادة العالم الذين يزورون العاصمة السعودية، وعضوا كذلك في الوفود الملكية التي تجول العالم قبل أن يقوم هو بنفسه بتمثيل بلاده لدى الخليج والعرب والعالم. منذ عهد الملك سعود كان الأمير الشاب مجاورا له في المحافل. رجل الملفات الصعبة سلمان بن عبد العزيز عرف بدور سياسي خارجي برز مبدئيا أثناء الانقلاب في قطر ومحاولات السعودية بتهدئة الوضع، وتضاعف دوره في أزمة الخليج، حيث كان مبعوثا خاصا للملك فهد في كثير من المهمات الخاصة إلى الكويت والإمارات. التصقت بسلمان كثير من الألقاب غير الرسمية لأن دوره في بناء الدولة لم يقتصر يوما على منصبه الرسمي، بل تعداه ليكون أحد الأعمدة الرئيسية للحكم في الدولة السعودية الثالثة. أيها الأخوة الأبناء المواطنين والمواطنات، إنني وقد شاء الله أن نحمل أمان العظمى أتوجه إليه سبحانه مبتهلا يمدني بعونه وتوفيقه.
استاذ إلي، هل برايك الملك سلمان رح يحافظ على نفس النهج عفوا يلي تبعه الملك عبد الله رحمه الله؟ طبعا الملك سلمان معروف ومشهود له بشيئين اساسيين، دوره التنموي وتطوير العمل الحكومي والاداري، ودوره الاصلاحي، لانه الملك سلمان كان رائد التجربه في لما كان امير منطقه الرياض، لما بوأ اعلى المناصب معروف عنه نزاهته، معروف عنه انسان صارم، انسان جدي، انسان بيطبق القوانين على اقرب المقربين اكثر من المبعدين. هو اكثر انسان، اكثر شخص الامير سلمان ما عنده استنسابيه وانتقائيه بتطبيق القوانين، ومعروفه يعني هذه كل المحيطين فيه المقربين والعائله الكريمه والاهل الرياض بيعرفوا انه الامير سلمان قديش هو جدي وقديش هو صارم. فطبعا حيحافظ على نفس النهج، وحيكون في هون تطور ومسير المزيد من التقدم الى الامام والتطور نحو الامام لاخذ المملكه وتركيز دوره عالميه ومواكبه تطورات القرن ال21. نعم. بما له من تحديات. بس التوقعات الاقتصاديه بالمرحله المقبله شو فينا نقول عنها؟ نحن اليوم عم نشهد فتره تراجع باسعار النفط، بتاثر على اكيد بتاثر هيدي على الاقتصادات العالميه. عم نشهد ركود باوروبا، بعد في عندك تراجع بالاقتصادات الاخرى، في عندك كمان اضطرابات بالمنطقه. يعني الوضع الاقتصادي اليوم العالمي ككل منه جيد. في عندك كان عدد من البلدان فيها مناخات اقتصاديه مهمه، ولكن اجت الاضطرابات وما سمي بالربيع العربي، كله هيدا رأس المال جبان مثل ما كان عم يحكي أستاذ إلي. أي استثمار بده يروح على أي بلد بده أمان، بده استقرار، بده حالة أمنية وسياسية جيدة. فالتوقعات الاقتصادية من الصعب التوقع، ولكن تقدري نقدر يمكن نقول أنه بعض المنطقة أحسن من غيرها. بعد في عندك فوائد مالية ووفرات بتقدر تتوظف بمشاريع عمرانية ومشاريع إنمائية، و يعني هالمنطقة هيدي ما بتتأثر مثل غيرها. يعني منا نحن مثل هالركود اللي عم بيصير بهالجمود اللي عم بيصير بالأسواق الأوروبية مثلا، نحن عنا فيها بالبلدان العربية فوائد نفطية، ممكن هيدا تدعم المنطقة وتحسن من الاقتصادات. نحن ما عندنا مشاكل صعبة الحلول، يعني إذا بدي أعيب على اللي تفضل فيه الأستاذ باسل، نحن عندنا مشكلة إدارة، بدك قيادة سليمة مع رؤية واضحة بتعالج لك كل المشاكل اللي اليوم يمكن للمواطن العادي بتبين انها صعبة، حتى خدمة الدين العام عم تحكي عنه. عن لبنان يعني ما عندك بقى مشاكل ابدا، ما عندك مشاكل عاجزة او مشاكل معجزة حلا، انت بدك بس مستعصي، انت بدك بس قيادة سليمة وقيادة واعية، ولبنان من اكثر الدول دينامية انه يقدر يطلع منها ويخرج منها ويقلبها من عجز بالميزانية او من خدمة دين عام مرتفع الى بالعكس فائز. معودين هو انه لبنان دائما بيقع بيرجع بيوقف الحمد لله. ايه صحيح، لانه شعبه مكون هو بالدينامية، شعبه هو بيعتمد على المبادرة الفردية، ونحن الحمد لله ما عندنا موارد اولية ولا موارد طبيعية لحتى نتكل عليها، بنتكل على قدرات الشعب اللبناني والمجتمع اللبناني. الشعب اللبناني شو بده من القيادات السياسية؟ تعطيه بس استقرار وتوافق وامان، مش هيك؟ وهو ساعتها بيقدر انه ياخذ هالصناعات او هالقطاعات الاقتصاديه، لانه اليوم خلينا نعترف بشغله، لبنان قوته بدها تكون من قوه اقتصاده، لا قوته بضعفه مثل ما كان يقال سابقا، ولا قوته بمقاومته يسمحوا لنا البعض. قوته بقوه اقتصاده، اليوم هناك دول اوروبيه، المانيا احسن تجربه، هتلر بعظمته بجيش المانيا ما قدر يحتل اوروبا، اليوم المانيا امريكا الحاكمه اوروبا بالاقتصاد، وهناك عواصم مثل دبي يعني الى مكانتها العالميه من وراء الاقتصاد. بقى نحن اليوم نتمنى على كل المسؤولين والمكونات السياسيه ان يضعوا نصب اعينهم مصلحه لبنان الاقتصاديه، وان تكون مواقفهم السياسيه لخدمه اقتصاد لبنان، لبنان واقتصاده، عوض عن ياخذوا لبنان واقتصاد لبنان رهينه لمواقفهم السياسيه. يمكن مشان هيك وصف لبنان ببلد الفرص الضائعه. صحيح. لانه كل الفرص اللي مرقت او المراحل اللي مرقت على لبنان بالسنوات ال20 فينا نقول الماضيه، دائما كنا عم نلاحظ انه
الفوائد المالية مثلا اللي صارت بالخليج والنفطية ما استفاد من لبنان. حتى السياحة السياسية استزباس، هناك صحيح مكون سياسي، مصطلح جديد دخل على مفهوم السياحة اسمه السياحة السياسية اللي استفادت منها دبي، مثل سياحة المؤتمرات، هجرة اللجوء السياسي اللي عملوه بعض القادة العرب نتيجة خروجهم من بلدانهم، جابوا معهم أموال على مناطق لبنان كمان ما استفاد منها. أستاذ علي، على علمك يعني في ملفات ما زالت عالقة أو بعض القضايا اللي رح يتناولها بالمرحلة المقبلة الملك سلمان حفظه الله داخليا ولا خارجيا؟ داخليا. لا، هي ما في شك التحديات الكبرى امام المملكه العربيه السعوديه هو ما يحدث بالمنطقه، ودور السعوديه اليوم دور رائد. اليوم السعوديه هي اذا بدك قياده في العالم العربي، هي قادت عالمنا العربي باداره ملف شؤون واهتمامات الجامعه الدول العربيه والدول العربيه في ما تتعرض له تلك الدول من مشاكل ومن مشاريع تخريبية ومؤامرات عم تعصف فيها، وهناك ملفات نووية، هناك يعني إذا بدك التحدي الكبير اللي عم تواجهه المملكة. والحمد لله حكمة الأمير الملك سلمان وثقافة نظره، نحن كلنا ثقة، الشعب السعودي عنده كامل الثقة، ونحن كلبنان عضو فاعل ومؤسس بجامعة الدول العربية كلنا ثقة بما أنه بدور المملكة العربية السعودية الرائد في قيادة مصالح الجامعة ومصالح الدول العربية نحو بر الأمان وإرساء مزيد من الاطمئنان والسلام في المنطقة، لأنه منطقة كلها موارد طبيعية وتختزن الكثير من نفط العالم والغاز، وعندنا يعني ممكن هذه المنطقة تكون أغنى منطقة بالعالم وتكون هي أكثر منطقة عم بتساهم بتأمين الحضارة اللي عم نعيشها بالعالم. للأسف نتيجة الحروب والأزمات اللي عم نشهدها دائما في تلك المنطقة ما عم نقدر نكون نحن لاعب أساس في تكوين السياسة العالمية، لأنه اليوم الكرة الأرضية صارت واحد one world، يعني العولمة الجلوباليزيشن كلها مصطلحات التواصل، صرت اليوم أنت منفتحة على ما يحدث في آخر بقاع الدنيا من وراء التكنولوجيا الحديثة، صرنا موجودين بقرية، نحن صرنا موجودين بقرية. من أجل طيب أستاذ إلي، شو في مشاريع جديدة عم تشتغلوا عليها هلأ كهيئة؟ نحن في غرفة التجارة والزراعة والصناعة وهيئات اقتصادية عم نتوجه نحو فتح أسواق جديدة بكسر هذا الجمود الحاصل بالأزمة السياسية والاقتصادية اللي عم تمر فيها البلد. أحد الدول اللي قمنا بزيارتها برفقة الرئيس محمد شقير هي على روسيا، على الاتحاد السوفيتي. طبعا هذيك السنة خينا وصديقنا الأستاذ باسل شاركنا بأسبوع لبنان اللي عملناه في جدة، وفتحنا المجال أمام 360 شركة أن تشارك وتعرض منتجاتها وتلاقي شركاء لألا في الخليج. سوف يكون هناك زيارة للإمارات العربية المتحدة بيقوم فيها كمان رئيس الاتحاد وأعضاء الهيئات الاقتصادية، وكانت نقطة انطلاق مهمة بهاللقاء. نعم، اللي كسر واللي حاول فتح مجالات، لأنه اليوم ما فينا نتكل على السوق اللبناني، وكلنا عارفين أنه نحن بنقطة مش واضحة بعد الصورة، ما في وضوح بالرؤية. وهناك السوق الروسي اللي اليوم سوق واعد وبيقدر يستوعب كثير من المنتجات الزراعية والغذائية اللي بيصنعها لبنان، ولبنان بحاجة اليوم بقصوى لتصريف انتاجه الزراعي، كون صار في هناك تحديات امام تصدير هذا الانتاج. صحيح. كون انه سوريا عم بتنافسه بالسعر وعندك الاسباب الامنيه والمشاكل عبر الحدود، وعندك بعض الدول المجاوره بتدعم كثير زراعاتها، ما بيقدر المزارع اللبناني اليوم ينافس بالسعر، السوق الروسي حيكون له المتنفس. لا اذا الله راد. ثانك يو استاذ الي لحضورك معنا. انا بشكرك. وكمان استاذ باسل شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم. نتمنى نلاقي الشعب السعودي قريبا في لبنان ببلده الاول مش الثاني. ان شاء الله بتكون مرحله واعده. ومشاهدينا لهون بينتهي لقائنا معكم لليوم السبت 24 يناير، ترافقنا خلاله على رحيل الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود رحمه الله واسكنه فسيح جناته. بكره اكيد نلاقيكم بحلقه جديده. باي باي. وهذه الى الشعب اجمع. اخواني، يقال انه ملك القلوب او ملك الانسانيه، ارجوكم من هاللقب هذا شيلون عني. ملك، الملك هو الله، والله هو الله، ونحن عبيد الله عز وجل. اما هذه ارجوكم تعفوني عنها، وشكرا لكم يا اخواني.
دعاكم. قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على رسوله محمدا وآله وصحبه. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره مليئة بالحزن والأسوى، أتوجه إلى الشعب السعودي الوفي والأمة العربية الإسلامية بالعزاء في فقيد الأمة الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الرحمن بن عبد رحمه الله، والذي شاء الله عز وجل ان يختاره الى جواره بعد ان امضى حياته مبتغيا طاعه ربه واعلاء دينه ثم خدمه وطنه وشعبه والدفاع عن قضايا الامتين العربيه والاسلاميه. واننا نسال الله تعالى ان يتغمده برحمته وليجزيه خير الجزاء عما قدمه من اعمال جليله في خدمة دينه ثم وطنه أمته، كما نسأل سبحانه أن يرزقنا الصبر والأجر وأن نقول إذا هذا المصاب جرى إلا ما أمر الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأخوة الأبناء المواطنين والمواطنات، إنني قد شاء الله أن نحمل الأمانة العظمى أتوجه إليه سبحانه مبتهلا يمدني بعونه وتوفيقه، وسألوا أن ينال الحق حقا.